هي مدينة طرابلس، ونحب نطمن اخوتنا الليبيين في كل مكان. اليوم الظهر مرينا على منطقة العزيزية المجاهدة، والتقينا بالشباب غادي واخوتنا في وشفانا، والتقينا في جونا حتى مجموعة من نواحي الأربعة، ولفينا في ضواحي هذه المناطق الملاصقة والمجاورة لمدينة طرابلس. والناس اليوم شفناها الحمد لله إمكانياتها مرتفعة، وجوني حتى شباب من داخل المدينة من الأحياء الداخلية في بوسنين وفي الهضبة، التقيت بهم وطمنوني على الأوضاع في الداخل. فنحب نطمن الناس إن إحنا موجودين وجاهدين قريب وأمورنا تمام، والمقاومة مستمرة والنصر قريب. واليوم حتى أيضا أخوتنا ورفلة في بني وليد جتني أخبار أنهم اليوم داروا اجتماع كبير وقرروا فيه الرد على رسائل التهديد اللي جتهم من عصابات الزردان أنهم يتسلموا وإلا سيتم اقتحام مدينة بن وليد. فاليوم دار اجتماع كبير وأخذوا قرار بالإجماع، قالهم طز فيكم وطز في الناس اللي وراكم، احنا هذه بلادنا نعيش فيها وموت فيها، وورفل ما يعيش لا خايفة منكم ولا من نفسكم، ومستمرين في المقاومة والحرب حتى النصر. على الرغم انهم بعد على الطلاطة خذوا رب من الناتو، وللأسف الناتو ضرب كم بيت في داخل المدينة، وماتوا في عائلات بالكامل تمردهم داخل المدينة، ولكن هم دفنوا شهداهم وزادهم هذا إلا أسرار. طبعا بالنسبة لفزان، هذه فزان متلاحمة كلها بكل طبائعها مختلفة ورا القايد، وأيضا كان عندهم اليوم اجتماعات مهمة اسمعت بها، وكان القرار نفس القرار، لا في حد بيسلم ولا أصلا حد خايف أصلا من موضوع هذا. وقالوا إحنا حتى جديدنا هلا حاربنا حتى الطليان لما كنا حفاية عراية يوم اليوم. وأما فيما يخص بالنسبة للتهديدات في مدينة السرت، فنقول لهم تفضلوا هذا كله مدينة السرت، وتو تشوفوا سرت تحسبوها أنتم دخول لها لجنة بحرية، هذه راهو هيهات. هذه سرت فيها أكثر من 20,000 شاب مسلح، وعندهم مسلحين ومتخلطين وجاهزين، وبالعكس احنا قواتنا احنا فايتين مسيره في مراحل، احنا في العجيبه الشرقيه نحقق في انتصارات وفي تقدم، وهم يتكلموا انه بعد سرت. هذا كله حمله اعلاميه لتضليل الراي العام واخلاص الربكه، وبالتالي نطمن الناس انا احنا صامدين والقياده بخير والقائد بخير ومبسوطين، نشرب في الشاهي والقهوة وقاعدين في بلادنا مع أهلنا ونقاتلوا ونجاهدوا. ولكن أيضا هناك رسالة أخرى لكل أخواننا في طبرق وفي البيضة وفي بلغازي وفي المرج وفي الميتم وفي طرابلس، في كل أماكن نزيد في طفلات، نقول على الجميع يتحرك الآن، على الجميع أن يتحرك الآن. أي ما تحصل فرصة في العصابات الجردان لا تردش، تلقى بوابة تهاجمها، تلقى موقع تهاجمه، تلقى جرد تهاجمه، لابد من استنزافهم ليل ونهار حتى تتطهر هذه البلاد من هذه العصابات. وخونا للجميع للكل، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كل ليبي هو معمر الكجافي، كل ليبي هو شيخ الإسلام، كل ليبي هو خميس معمر، كل نقدة وين مثلت العدو اضربه، والعدو راهو ضعيف وراهم تكبدوا خسائر كبيرة جدا 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 جدا، وراهم الآن يلعقوا بجراحهم. وأما فيما يخص أيضا باب العزيزية، نقول للدجرين الكذابين، باب العزيزية هذا معسكر تم مسحه من الأرض، ضربوه بأكثر من 64 غارة جوية على مدار 7 شهور، وفيش طوبة يطلبوا فيه، وهذا معسكر مفتوح للجمهور للناس، وتم سحب كل جنود المظاهر العسكرية باعتباره يتعرض لغارات شبه يومية. الدخول لي والخروج منه لا يعني أي شيء، لأن هذا كل يوم في حفلات وفنانين وجمهور وناس وخيم واحد، وأصل هو دمر بالكامل وسحب منه كل أي مظاهر عسكرية لأنه عرض القصف. لكن الناس تحاول دائما هذه العصابات انها تثير البلبلة والخوف والارباك وتربك الناس.
الان نقول الان نقول الناس ما تخافوش، اموركم تمام وجيشكم تمام ومخازن السلاح تمام والقبائل كلها متلاحمه وكل القبائل اللي وجهوا لها انذارات ومدن كلها سمعتم في ترهونه في الخماس في بن وليد في سلات في فجاج كل المواقع بورش الشام النواحي الاربعه الصيعان النوايل العجولات كل القبائل اتصلت بها وقالوا لي راهو جتنا انذارات وتهديد قالوا لنا يتسلموا بحكم وقالوا الرد كل جماعي واتفقنا عليه اللي هو طل فيكم هذه بلادنا ويتلوش فيها وتنقاتل حتى اخر طلقه فانطمن الناس الامور تمام والناس القريب ان شاء الله وهذه بلادنا وهم اللي بيرحلوا هم والمتفق تستعينهم والناس تصير يرحل والفرنسيين تصير يرحلوا وافضل دليل على ذلك ان احنا هذه الركله بتاع الخونه والعصابات لما تم تدميرها في طريق الشمس طرابلس وسكان طرابلس يعرفوا هذه القصه وجدنا فيها كلهم مرتزقه اجانب حتى مش عرب اصلا جناهم اجانب معهم فهذول الطاقم المرتزقه يجيبهم من كل حال العالم وجايبين انجليز وقوات انجليزيه هم اعلنوا عنها وقوات مش عارف منو وطليان وفرنسيس والمرتزقه عمرهم ما يرفعوا حرب لانهم يقاتلوا لاجل المال وفي ارض غير ارضهم اما احنا نقاتل اجل ليبيا ونقاتل مواجهة الشعب الليبي وفي أرضنا فبالتالي سمح لنا انتصروا ونطمن الناس راهي وكل القيادة بخير ونتنقوا حتى بعض الإخوان اللي عملوا تصريحات في الإذاعة راهم اتصلوا بي لاحقا وراهم تم القبض على بناتهم وزوجاتهم أولادهم وهربوهم يا أنت تقول كذا وكذا وإلا رانك ما نصفي عرفك اضطر كثير من الإخوان أن تحت التهديد أن يصرح ولكن هذا راه لا يعني ولا شيء لان الناس مساكين قبضوا على وحدين موظفين في الدوله او بعض القيادات لقوهم في مزارعهم في بيوتهم فجاه الصبح لقوا عصابات نزلت عليهم وقبضوا عليهم رهائن وقالوا له يا اللي لقيت بناتك ولادك يبغون يقول فهو مضطر يقول فهذا ايضا احد الحيل بتاع العصابات اللي ما عنده اخلاق اصلا نحب ان 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 نوضحها للجيل شيش من الناس ما تتاثرش بعض التصريحات هنا وهناك. اما فيما يخص لحلف الناس والغرب نقول لهم انتم اغبى حلف في العالم وانتم ناس مغفلين. انتم الان الحمد لله حتى اللي الان مسؤول عن العمليات في طرابلس وعين نفسه الان مش عارف شو نقول نهز الحاكم عسكري في طرابلس هذا شخص مش كان في القاعده وانتم قبضتوا عليه السي اي وسلمتوه لليبيا وارهاب دولي مطلوب واحنا عفينا عنه اهو الان هو وزملاء الارهابيين هم يقودوا الان في العمليات فانتم يا مغفلين انتم الان تدعموا في هذه الافاعي وان شاء الله بترد عليكم من جديد لانكم كنتم فعلا مغفلين وانتم فعلا حلف ساذج ومغفل وتدعموا في الطرف وتندموا على هذا ندم كبير جدا على كل حال في نهايه هذه المراسله نحب نطمنكم وباش نأكد للناس ان هذا كلام صحيح اليوم لما تحركت لورشفان او جد العزيزيه ولا فنان واحد اربعه حتى الجردان ما عندهمش بوابات ومختفين وهاربين وخايفين وكانوا يقولون هيك بوابات تفتيش وارهاب وسرقه ونهب للناس كلها خايفه وهارده واليوم مريت على مناطق واجده في ولاية طرابلس ما فيهاش اي مظاهر من اعتراض الجردان فنقول للناس اطلعوا ما تخافوش ابدوا المقاومه كل ما تلقى عدو واجهه استنزاف ليل ونهار ليل ونهار جماعه مسلم الهضبه بقيه شهداء سيدي عبد الجليل 2 مارس وغيرهم من الاحياء الشعبيه المسلحين نوضحكم وابدوا المقاومه واحنا جايين قريبا الى الساحه الخضراء لتحرير ان شاء الله وامورنا تمام والنصر او الاستشهاد والله اكبر شكرا.